السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة كريم أنور من مدونة كيمو المحتل. نحب أقدم لكم النهاردة البرنامج اللي بيخزن الإنترنت من الواي فاي وبتشغله عن طريق البيانات. أول حاجة هنخش هو البرنامج ده، نخش عليه، هنلاقيه على جوجل بلاي. بنعمل كده بما إنه هيعمل علامة، هيلقط النت بس النت علشان ضعيف كده بيخزن في النت. عمل صح، هنخزن نخزن في الاخر هنروح دايسين كده ونفتح البيانات عن طريق ده. هتلقى كمية تخزين الواي فاي اللي انت خزنتها. البرنامج اسمه شادو سوكس، هتنزله من جوجل بلاي. وشكرا، احب انه الفيديوهات تعجبكم وتشتركوا بالقناة بتاعتي.